تقدم أن التواتر عند الأوائل يختفي عن التواتر عند الأواخر. منكم يعرف شروط التواتر عند المتأخرين؟ يعطينا شروط التواتر عند المتقدمين. نرجع إن شاء الله للسؤال الأخ. ولما ما شروط التواتر عند المتأخرين؟ رواه جمع غفير. يرويه جمع غفير. يكون ذلك في جميع طبقات السند. أن تكون ذلك في جميع طبقات السند. عن مثلهم. وأن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. وأن يكون السند خبر الحس. الحس كقول سمعنا ورأينا. سبيع هو متواتر عند المتقدمين. أبغاك أن يشتهر ويكون عليه العمل. طيب قد يشتهر ويكون عليه العمل وهو ضعيف، هل يمكن؟ بلى. طيب ما هو شروطه عند المتقدمين؟ عطنا لفظ قبل ذلك بس ويستقيم معنا. صحة الإسلام؟ نعم. نعم، ماذا تقول؟ كن راو جماعة وجماعة. جماعة جماعة على أصول المتأخرين. المتقدمون يقول المتواتر هو ما صح إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقاه العلماء بالقبول، فعلى هذا جمهور ما في الصحيحين أحاديث متواترة. فعلى هذا جمهور ما في الصحيحين أحاديث متواترة. لذلك الذهبي في كتاب العلو لم يتوقف في الحكم على حديث معاوية بن الحكم السلمي في قصة الجارية حين قال صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. قال لها من أنا؟ قالت أنت رسول. قال هذا حديث متواتر، حديث مع أنه حديث فرد، ولكن على اعتبار أن صحة إسناده قد تلقاه العلماء بالقبول وقابلوه بالتسليم صار حينئذ حديثا متواترا.